السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في مامي فود. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صينية قرع عسل، لكن تحفة في منتهى الجمال بطريقة بروفيشنال جدا جدا جدا، تحفة تحفة تحفة. اللي هيعملها مش هيحاول ان هو يعمل غيرها بعد كده بإذن الله، واللي مش هيكون أكلها بالطريقة دي حقيقي حقيقي هيكون فاته كتير جدا، لأنها طريقة في منتهى الجمال بتخلي الطعم بتاعها مختلف تماما عن أي طريقة تانية خالص. مش محتاجة أكتر من يعني شوية مكونات بسيطة كده، هنقولها مع بعض واحدة واحدة بإذن الله. كمان هنقول يعني نبذة مختصرة كده سريعا عن قرع العسل والشجرة بتاعته يعني، ومعلومات معينة كده عنها بإذن الله. كمان في دعاء كده حابة أفكركم بيه، اللي هو دعاء فك الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده دعاء ذي النون أو سيدنا يونس عليه السلام. هو على فكرة النبذة المختصرة دي هتفيدكم كتير جدا. اللي ما عندهوش فكرة عنها هيكتشف إن هي معلومة مهمة جدا جدا. واحدة واحدة مع بعض نتابع الفيديو ان شاء الله، لان الفيديو على مدار ما انا شغالة فيه بإذن الله هيبقى فيه خطوات كده مرتبطة ببعض. ياريت كده نركز مع بعض ونحاول نعرف ايه الخطوات دي. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنعمل مع بعض قرع العسل، وهو بصراحة ظريف جدا وبسيط، وفي ناس كتير جدا بتحبه. هو عموما عبارة عن ثمرة كده شكلها هو مع حضراتكم، بيكون جواها بذر. انا بصراحة قطعت جزء كبير منه وسابه الباقي اللي معايا، ده في حدود كيلو وربع، فانا بشيل البذر بتاعه كده من جواه. بيتشال البذر بالخيوط دي، يعني لو سبتها بتبقى مش لطيفة مع صينية القرع بصراحة، بتبقى واضحة جدا وبتبقى مفتلة كده ومش لطيفة. فيفضل ان هي تتشال، كل الخيوط دي تتشال مع اللب بتاع قرع العسل. وقرع العسل ده الثمرة بتاعة شجر اليقطين، اللي هو الورق بتاع الشجر ده كان يعني، هنقول كده نبذة سريعة كده عنه او نبذة مختصرة. شجر اليقطين ده الورق بتاعه اللي كان سيدنا يونس عليه السلام لما خرج من بطن الحوت اتغطى بالورق بتاعه، لان الورق بتاعه ما بي يعني بتنفر من ريحته الحشرات، يعني ربنا سبحانه وتعالى له ذلك حكم يعني، فتغطى بالورق بتاعه عشان الحشرات ما تأذيش جلده بعد ما كان في بطن الحوت وخرج. فمبدئيا كده القشر بتاعه بيكون سميك، المفروض ان انا اشيل القشرة السميكة بالصوم كده، ما سيبهاش يعني، ما خدهاش رفيعة كده في السكينة لأ، وبالراحة خالص، لان هو ممكن يجرح الايدين. فيفضل ان احنا نشيل القشرة بسمك شوية في حدود نص سنتي كده تحت القشرة، ننزل بالسكينة كده علشان خاطر كل ده يطلع مع القشرة، لان لو خدت القشرة رفيعة بيبقى فيه سمك تحتها، بتبقى الجلدة تخينة تحتها، مش هتبقى لطيفة خالص، مش هتستوى، مش هتستوي بسهولة يعني. تمام، فانا بقطعه في شكل مكعبات كده. فانا حبيت اقطع جزء مع حضراتكم علشان خاطر يبقى قدام حضراتكم كل حاجة اتعملت من الالف للياء. تمام، طبعا انا البذور بتاعت القرع دي هنضف البذور من الخيوط، لان انا هستخدم البذور بعد كده في حاجات تانية ان شاء الله هنبقى نقولها مع بعض باذن الله. والخيوط دي طبعا بستغنى عنها وبتترمى تماما، وكذلك القشور دي كلها ملهاش اي لازمة عندي. بالنسبة بقى للقرع نفسه اهو، ده الجزء اللي يخصني فيه. قدامي حاجة من الاتنين، اولا هيترش عليه سكر، تمام، ده في حدود كيلو كده او كيلو وربع يعني منتهى الدقة، وفي حدود كيلو وربع يعني بعد القشر وبعد البذور ما خرجت منه بالخيوط، صفصف تقريبا كده على كيلو معايا، كيلو قرع صافي. هبدأ كده انزل عليه
بحدود ربع كوباية من السكر، تمام؟ فقدامي حاجة من الاتنين، يا الكمية بتاعة القرع دي اللي عليها السكر اسيبها وبيتها في التلاجة لمدة ليلة كاملة لغاية اما تنزل ميتها تماما، وابدأ ان انا اسلقها بميتها، مش بحط لها مية اضافية، او احطها حاليا على النار واخليها على نار هاديه واحده واحده كده لغايه ما تنزل ميتها بفعل السكر، طبعا هيسحب الميه اللي جواها كلها، واسيبها على نار هاديه لغايه ما تستوي تماما. اوكي، ففي جميع الاحوال انا محتاجه ان انا اسويه بميته اللي هتنزل منه، فهسيبه في حدود نص ساعه عشان نشوف الميه اللي هتنزل منه، وبعد كده نحطه مع بعض على النار. ودلوقتي مرت علينا نص ساعه واحنا حاطين القرع بتاعنا وعليه رشه السكر اللي ربع كوبايه السكر على كيلو القرع في كيلو صافي، لان كان عندي بقشره قلنا كيلو وربع، ده كيلو صافي بعد قشره وبعد ما خرجت منه البذور والفتة اللي هي الحاجات الشعيرات دي منه، فسيبته نص ساعه مع ربع كوبايه السكر. فبصوا حضراتكم نزل كميه ميه قد ايه، لو مش واضحه اهي دي كمية المية اللي نزلت منه، تمام. فانا دلوقتي هرفعه على النار علشان خاطر اسلقه في ميته من دون اضافة اي مية اضافية خالص، وبعد ما يستوي معايا ويتسلق في ميته هنرجع تاني ونشوف مع بعض بقية الخطوات. لو نلاحظ كل ما بيغلي معانا على النار كل ما بيخرج مية زيادة بتسويه، بس عذرا يعني ان البخار مغيم شوية على الكاميرا، لكن حبيت اوري لحضراتكم كمية المية اللي بتنزل منه كل ما بيغلي، بينزل اهو مية ما شاء الله. نكمل بس سوا وبعد كده هنرجع تاني نشوف بقية الخطوات. ودلوقتي هنا القرع بتاعي خلاص اتسلق وبقى زي الفل، انا هرسته بالهراسة وبعد كده هبدأ اخد جزء من المية بتاعته في حدود نص كوباية كده هاخدها منها علشان خاطر هستخدمها دلوقتي مع حضراتكم، هقول لكم هستخدمها في ايه، وهسيب بقية القرع يتشرب مع الجزء البسيط اللي فاضل من مية السليق بتاعته علشان هبدأ اعمل كراميل دلوقتي مع حضراتكم، هنقول بقية الخطوات مع بعض. دلوقتي القرع بتاعي استوى، وبعدين انا خدت جزء من مية السليق بتاعته اللي هو نزلها واستوى فيها، خدت في حدود نص كوباية، هحطها على كوباية ونص من اللبن علشان ده هيكون البشاميل بتاعي اللي انا هعمل منه الوش بتاع القرع، هعمل له بشاميل، بس بشاميل من النوع السريع، مش هتسويه يعني على النار، لا هعمله كده على السريع على البارد. هاخد دي معايا كوباية من الكريمة اللباني، هاخد نصها تقريبا، يعني كريمة لباني او قشطة لبن او الاتنين مع بعض، نص كوباية من ده على نص كوباية من ده، انا هاخد نصها هنا مع اللبن بتاعي والصوص اللي نزل من القرع بتاعي بعد سليقه، هنزل عليهم بنص كوباية من الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدأ اقلب ده كده بشاميل على السريع. او بشاميل على البارد، وابدا اقلب كده عشان ما يبقاش فيه تكتلات. يبقى انا نزلت بنص كوبايه من الدقيق على كوبايه ونص من اللبن ونص كوبايه من الكريمه اللباني، ومعايا كمان نص كوباية من الصوص بتاع سليق القرع، كل ده باخده تقليب على البارد بمضرب يدوي كده عشان ما يكونش فيه تكتلات، وحركن الموضوع ده دلوقتي جانبا كده. معايا مكعبين من الزبدة، معايا بقية الكوباية بتاعت الكريمة او الكريمة مع وش من اللبن، معايا كمان حدود معلقتين من الزبيب على معلقة من جوز الهند ومكعبين من الزبدة. دلوقتي بقى كمان معايا كوباية وربع من السكر، هحطهم في حاجة كده غويطة او عميقة علشان خاطر هبدأ انديهم بشوية مية في حدود ربع كوباية مية، وابدأ اعمل منها كراميل على النار. دلوقتي هنروح عند البوتاجاز عشان نشوف بقية الخطوات مع بعض. اهم خطوة في صينية القرع كلها هي خطوة الكراميل اللي على النار، دلوقتي هنعملها مع بعض لانها هتبقى فيها اكتر من مرحلة بعد كده، واحدة واحدة هنشوف ازاي مع بعض هنعملها.
دلوقتي انا حطيت كوبايه وربع سكر بتاعتي على النار مع ربع كوبايه من الميه، وهسيبها لغايه لما تبدا تتحول لكراميل واحده واحده كده، مش هقلبها نهائي، بالعكس انا هحرك الحله نفسها، كل ما جزء من السكر يتحول لكراميل بحاول ان انا احرك الحله واقلبها يمين وشمال من غير ما احط فيها اي معلقه، لان لو حطيت فيها اي معلقه هتمسك معايا الكراميل، هيمسك معايا في المعلقه وهيقفش فيها وهيحبحب، لكن عشان اضمن الكراميل بتاعي يطلع سلس وزي الفل ما فيهوش اي حبحبه ولا اي تكتلات، ما احاولش ان انا ادخل اي معلقه في الخليط بتاع الكراميل بتاعي ده اللي هو السكر والميه خالص خالص. بعد ما ابدا بعد ما يبدا الخليط معايا يتحول لكراميل هنرجع ونشوف بقيه الخطوات. دلوقتي الكراميل بتاعي بدا يلون، فكل ما بيلون بحاول ان انا احرك الحله او الاناء بتاعي كده، محاولش ان انا احط فيه معلقه خالص علشان خاطر ما يكلكعش معايا، وبعد ما اوصل للي انا عاوزاه والدرجه اللي انا عاوزاها هنرجع تاني مع بعض. دلوقتي انا وصلت بالكراميل بتاعي للون الكهرماني اللي انا عاوزاه، هبدا انزل عليه بالكريمه بتاعتي نضيفها، هقلب بسرعه هقلب بسرعه عفوا بس من الدخان، ولما هبدأ انزل بمكعبين الزبدة وبرضو اقلب بسرعة. وهفضل اقلب لغاية ان الزبدة تدوب تماما. انا طبعا طفيت النار بمجرد ما وصلت للدرجة بتاعة الكرم اللي انا عاوزاها للون الكهرمان. هبدا بقى اخد في حدود كده معلقه كبيره انزل بيها على القرع بتاعي اللي انا سلقاه وهرساه اهو حضراتكم، وكمان معلقه هبدا اقلب تاني كمان عشان يبقى متشبع بطعم الكراميل بتاعي كده، كفاية عليه جدا. هبدأ بقى انزل على الكراميل بتاعي بالخليط بتاع البشاميل اللي انا عملته مع حضراتكم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، وهقلب لغاية اما الخليط كله يمتزج مع بعضه، بعدين هنشوف هنعمل ايه تاني. ولعت على الخليط بتاعي على نار هاديه اللي هو خليط البشاميل اللي على البارد مع خليط كريمه او صوص التوفي بتاعنا على نار هاديه لغايه اما بقى في الاول كلكع وبعد كده بدا يفك، وهي دي درجه الكريمه اللي انا عاوزاها، فهبدا اخد منها معلقه واحده بس احطها على قرع العسل بتاعي اللي انا حطاه على عيني التانيه اهو، معلقة او معلقتين. علشان خاطر قرع العسل يلم معايا، لان هو برضو فيه لسه نسبة مية شوية اهو. بصوا حضراتكم مجرد ما حطيت له المعلقة من الصوص بتاع البشاميل المكرمل بدأ يلم معايا، مبقاش فيه اي سوائل. فدلوقتي بقى هبدا انزل بيه على صينيه اكون دهنها اوريدي بالزبده وانزل بيه عليها، وهنشوف مع بعض بقيه الخطوات. ودلوقتي الصينيه بتاعتي مدهونه اوريدي بالزبده، فهبدا انزل بخليط قرع العسل بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما اخلص الكميه هبدا انزل بالجوز الهند مع الزبيب ارش كده عليه، طبعا ده طبعا الرغبه، اللي حابب يضيف يضيف واللي مش حابب خلاص مفيش مشاكل خالص. ممكن كمان احط مكسرات، بس انا علشان يعني متبقاش السعرات الحراريه عاليه جدا جدا زياده عن اللزوم، لان يعني برضو ده بعيد تماما عن الدايت،
ملوش دعوة بالدايت ولا بالحمية الغذائية خالص خالص، إلا بقى إذا كان في يوم الفري، لو حد عامل دايت يبقى في يوم الفري بتاعه. أكمل أنا ظبط الصينية بتاعتي كده عشان أنزل بعد كده عليها بالصوص اللي احنا عملناه مع بعض، المكرمل التحفة ده، وهنشوف بقية الخطوات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني كريمة مش عايزة اقول لحضراتكم على جمالها وجمال ريحتها، فما بالك بطعمها. يعني لو كنتوا معايا حقيقي كنتوا هتتجننوا على الريحة الخطيرة الجميلة التحفة دي، فما بالك بقى بالطعم. طبعا تحفة تحفة تحفة. يعني الكريمة دي بتديني وش جليز رائع ولامع جدا جدا، يعني يعتبر وش مراية. حضراتكم هتشوفوه معايا بعد ما يخرج من الفرن، خطير خطير خطير، ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. ياريت نجرب في منتهى الجمال، يعني كيلو من القرع او كيلو وربع هيعمل لي صينية محترمة جدا جدا جدا. هزها كده بس هزتين علشان كل الوش ينتظم معايا، وبعد كده هدخلها الفرن في حدود ربع ساعة، اشغل من تحت وبعد كده ابدأ اشغل الشواية عليها في حدود 5 دقايق 7 دقايق مش اكتر، وهنشوف مع بعض الشكل النهائي للصينية بتاعتنا في منتهى الجمال. تحفة ورائعة جدا. على فكرة في ملحوظة كمان، قرع العسل ممكن اجيبه واقشره واسلقه واحتفظ بيه وهو مسلوق، وفي مثلا في حاجة، وبقية مية السلق بتاعته اللي بتتفضل منه بعد ما بيستوي بحتفظ بيها برضو في حاجة تانية، يعني سيان مثلا ممكن احتفظ بيها بالقرع العسل المسلوق في علبة، والصوص بتاعه الباقي من السريق بتاعه في علبة تانية او في كيس تلاجة عادية خالص، بس اخرج الهواء تماما واحتفظ بيها واقدر اخرجها في اي وقت واعملها سريعا كده ما تاخدش مني وقت نهائي. يلا دلوقتي بقى هندخل الصينية بتاعتنا الفرن، وبعد ما تخرج هنشوف الشكل النهائي ليها. ودي صينية القرع العسل بتاعتنا، تحفة في منتهى الجمال، جميلة جدا جدا وغنية جدا بحاجات كتير قوي قوي. يا رب تكون عجبتكم، يا رب نكون ركزنا مع بعض في المقادير وفي الطريقة، لانها حقيقي جميلة جدا، طريقة بروفيشنال فعلا فعلا. في طرق كتير جدا لقرع العسل بس حقيقي مختلفة تماما الطريقة دي عن الطرق التانية خالص. يا ريت نجربها حقيقي، اللي قال القرع العسل بالطريقة دي هينبهر بيها جدا جدا، واللي ما عملهاش قبل كده بالطريقة دي يعني حقيقي فاتوا كتير جدا جدا. نحاول نجرب، هي مش محتاجة اكتر من بولة ايس كريم بقى وتبقى زي الفل والتحفة وفي منتهى الجمال، جميلة جدا. يا رب نجربها كده، وان شاء الله يا رب اعرف رأيكم ايه فيها في التعليقات باذن الله. اللي شاف الفيديو بتاعي يا ريت يعمل لايك ويعمل شير علشان خاطر الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس، ولو ما كانش مشترك معايا في القناة يا ريت يشرفني ويضغط على زر الاشتراك يعمل سبسكرايب علشان يشرفني في القناة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.